طشمتها الله طشمتها عارف بكره هذا الوقت الهنجر ذا طافي كل شيء طافي هذا لا اله الا الله خلي واحد حيت ليا بالوالد يا هنيه يا ازعاج يا ازعاج يقلطوا العشاء رز عيشه خذ راحتكم يوجو والله ما ودك تفتح لك موضوع والله نجي تعال يا سيو لا 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 هم المتلك ادخل لا تلقى انت ادخل انا يدي انت وين بتروح بس تعال طويله انت سمو سمو لا ما ناس من على ابو سراي والله منتي صح زبادي منتي والله منتي 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 صبري منتي كلكم خلك خل عاد تعال ابو سراي الاول بنوبنا يا بن بغداد لو خله خله الضمير تكسر الحوض تعال يا ابو سراي ادخل 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 عندك ايوه اسلم يا شباب العباد شباب اسرع باقي على اذان الفجر خمس دقائق سحور تعال 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 سيف تعال جنب ورك ورك لا لا تعال ورك وشاكله ورك وشاكله اعطيها كذا وريد الصمت رب الزبادي زبادي منتي يا مان ما عليه ما يضر ما يضر حنا انه ما مغير يسقط في اسبوعين ما يقتل الا الحمام لو كل الدر من زاد اقول لك انه اسبوعين يرجع حاضر بلا حاره كلام رجاله انت بعدني شبت كلام في الهواء وين موسى ضم برسومه احنا ايش في موسى احنا ناشين صدق قال يجي موسى هم انا منهم ما قالوا شيء ايش فيك موسى انا بلخيت محمد انا بلخيت يعني اشوف حمد جاوب علي حمد وشو حمد والله صار يفهم ها انا فاهم ونعم ابو عوضه ونعم مما كتبت الدوام ونعم ابو محمد شوف ودك الواحد ودك الواحد اللي ما يتقن اللهجه انه ما يتكلم انتم تاخذون إيه يمكن يخطي فيها ولا شيء ولا المفروض الرجال ما يتكلم اللهجه لي لا ما في انا قلت خمس خلف حاول يا شباب خلف نجيب العيد الرابع خلف الخامس نايف السادس يا هذا جاي تعلم من تعلم انا سمعته مره من اخوينا هذا ان شاء الله نجيب العود خافوا خافوا تبانا ندخل الدكتور في الارقام اللي صار طلق واليد ها هو في نفس الرياض وانا جاي من هنا ودكتور جامعة المعنى ابو حمد مو باللي مقبول هذا اسمه وانا مقبول اتكلم يا ولد بلهجته اي باي عاد هذا ما راح عمي ما ادري ايش يقول طاح من فهم اللهجه الغيبيه سريع ميزه سريع اصلا لو مره جلسنا انا وماجد وعايد برا يوم اذا تكلمت بهدوء يفهم على طول نفهم بس اذا جبت بسرعه لا والله عليك نعم والله هذه مجدك انا عادي هو ترى الدكتور اللي جاء كان مع اللجنه اللي من وزاره الثقافه بلا لا اعتمادها لغه اغسله تعال عطنا السمطره ابو ناصر البحث العلمي اللي سووه ها سمطره بعد حر ما شاء الله عليك لابس حار حر الدنيا الله ينجي من حر الاخر اللهم امين حط سمطره سمطره هنا يا ابو سراج اعطى عايد اهم شيء عايد اهم شيء عايد في الاداره سمطره اليوم برافو الله يعيننا على سامي ابو يارا قال لا تعلم ليه تعلم ما تجيني ربي عليك والله العظيم ما قالين جيب جيب هنا 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 زين بس لا تجاوب لا تجاوب عندكم لسان تكلموا انا اشد اللسان طلق
اي واحد يجي الجنوبي الربع على طول يكلمني. من مكلمني كذا؟ اجواء امطار والله. اني مكلم الاهل اليوم الصباح امطار يا الربع حتى المدرسه موقفينها. مقفينها؟ الباركينج ولا وين؟ باذن الله اني لاجيك. اي والله انا احبها. تبغون اصدقكم معلومه؟ تبغون طلع بيتنا اللي قبلها والله بيت رمضان والله بيتكم انت بحجه بنجيكم يومين يا معاذ. انت مو سفيفي ها؟ مو الفيفي. هاتو من بالله فيفا ما قد جيتها وانا ما بيني وبينها الا 200 كيلو. ليه؟ هي والمدينه المنوره ما قد جيتها. انا من شفت تمصيرتك عرفت انك ما تندق. وابو غرام ابوه والله الطم برسومسه. لا تصدم برسومسه. لا مو برسومسه. برسومسه؟ املحي الطم املحي. برسومسه غلط. والله اني الطم ولطمه قويه. لك ربي اني اعين مو واحد اربع. في ذمتي. ابلها صليط يا موسى. صليط؟ صليط. اه صوت قطو. يا رجال الحلاق لا طالبي والله باري انا باركو يا شباب باركو جاوا مش والله ايش كمان مش خاتم دبله 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 تحطها هنا يا دبله لا حجمها كبير ماشي ماشي حجمها هنا ما يحطها هنا الا لقيتها بالاعداد مرجومه وشليتها لقمتها لقمتها ها لقمتها ولخيتها يمكن خاتم واحد من الاعداد متزوج دبلته طايح راح يتوضا رجع ما لقى دبلته والله ايش اسوي غلطه الشاطر بعشر تارك هو لا لقيتها مرمي عرفت عليه يومين ما لقيتها ما شاء الله الحراره انت ما تعرفت يا رب يا رب عساك على القوه يا ابو ناصر جاوب ما اعرف انشد من قال ما انت كذا كانك تنشد من عايق كذا فلان جاء يلا اوه ما شاء الله الله اكبر عليك صح مو صادق وش النشد اللي ما هذا وانت ما تنشد لا تقول لي شيء ام صديقتي امي امي ام ثنائيه صح حتى ما وصلتني عليها هيلا باقي هدايا مهند فردان يا رجال عندي ليومك هدايوش اللي قبل ما انت حتى اللي يعطونك حبه ترجعها وقتها اما كنت مهند ها نجمع الهدايا كلها عشان إيه انا حرشت بين امي بين امي وام نايف لانهم يعرفون بعض من زمان حلو ضيعت العلاقه اي ضيعتها قلت خليني اروح انا معاه خليني اروح مع نايف مع ام عامر قل لي تدري حتى هم سمن ولد سيف تدري حتى ماتنا عندهم قلوب 3 زائد 1 ايه امي تحت حطت ام سامي بن عوضه في تويتر حويها مسلمين تنشدون ترى زيد واحد زيد واحد انا مسلم تكون زعجوني حطت ام سامي بن عوضه ايوه ما شاء الله ما شاء الله ليش تبدها بسم الله عليك يا فضل ربي اعطني الحلال ابشر تراك لا اعطيتها اعطيتها تحت الماء ولا وش هلو عيال بيت شايف عطني موت ابوكم لحم لا خذ اقطع لكم جميع لا ما يحتاج وافي كرتون جنبك جيب الكرتون سودة من القليل الادب اللي رسم على اللوحه بس اسمع بس ما راح اعطيك والله وش لحته؟ الح الشيخ عايض ها كرمك الله وغرا الشيخ عايض أنا لا عايض المحترف بنفتقد الطبخ هذه يعني بس ما مطير بندوقه في فطور الرجال يقول يا خلاص حل بيشتري ثروه ليه ما بداري انه مقروع هو رايح بعد عمره الطويل يا بناس وش هو ده بعد قول ان شاء الله بعد عمره الطويل الله يجود عليك يا ابو ناصر كيف خيرك؟ حدنا خليه يصمل الراحه حدنا خليه يصمل مقروح تقول له هو بيروح بليا يا ابو ناصر وليد من انت برايح من انت برايح ايه بتعرف
تسلم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت ابو الرزولي. ما تسمي ما تسمي برزولي. اخر الجبل. حكاكه. نفس اللهجه عندنا. خداده. خداده حكاكه. حكاكه خداده. جديد. احنا نسوي ذاك الاسود. ها؟ ذاك المحروق. ذاك اسود اول شيء ها؟ ذاك اول شيء ذاك. ذاك اول شيء. اول شيء. وانت ابو سعود؟ والله حبيت طقم. والله حتى مناصر. من والله مناصر مريضه من الطريق. والله يذكرك بالمضغوط في رمضان. السحور. رمضان حالات السحور كم صغير كم صغير تقول؟ وش ذي؟ وش ذي مضبي؟ كبح؟ ايه. رز بشكل عام السحور افضل شيء من غير رز لا تقول. معدي وبارد ما في كنف الله